ايوا ما عندناش خسير لان ربحنا الماتش الاول، كان عندنا حظوظ مزيانه ملي ربحنا المنتخب الارجنتيني لان الارجنتين فرقه مزيانه. ما كناش ننتظروا ان غادي نخسروا مع المنتخب ديال اوكرانيا، لان اوكرانيا زعما المفروض انه كان في المتناول. المقابله الجايه غتبقى صعيبه لان نفس الحظوظ لا بالنسبه لينا ولا بالنسبه للمنتخب العراقي، كل واحد غيدافع على الحظوظ ديالو. بحال تقول هذه مقابله اقصائيه بحال ويتيان فينال، ربح ولا ما غاديش ولا غتخسر. ايوا سميتو انا كنظن غير شويه ديال التنظيم، كان التنظيم بالنسبه ربما كان انا كيجيب لي واحد اللاعبين مزيان كان خصو يدخل، ما دخلوش من الاول داك اخو ماش. دخل زلزولي كان تيدير بزاف ديال المراوغات، ولكن اللمسه الاخيره هي اللي كانت ناقصه. انا هذه زعما الاخطاء اللي كانت كتبان ليا. تنقولوا غيزون دو بلوس انه كانوا 10 لاعبين كان المفروض نربحهم ثلاثه ولا اربعه مورا سميتو، ولكن قدر الله وشاء ما شاء فعل. غنعاود غنرجعوا لكالكيرات خيس اللي تهنينا من هذه المده كامله في الاستحقاقات اللي دازوا، خصوصا باللي ان المنتخب المغربي في كاس العالم اللي دار واحد بصم على واحد اللقاءات اللي كانوا كبار بشهاده الجميع. غنعاود نرجعوا لكالكيرات، ولكن تنتمناو ان الماتش الاخير اللي غيكون عندنا كونط العراق نتفادوا الكركيرات خيس ان شاء الله. الحاجه لاننا ما خديناش اللقاء بواحد، خديناه بواحد الاستهتار، ضيعنا واحد الفرص اللي كانوا فرص سانحه للتسجيل. الحلقه المفقوده كذلك اللاعب السابق السيباري اللي كان من بين اللي كان غيلعب نقطه الربط ما بين الدفاع وما بين الهجوم، وتنتمنى الاستحقاقات القادمه ناخذهم بواحد الجديه باش ان اللاعبين يجيو للتربص قبل بحال يطراو بحال المنتخبات الاخرين. جاوهم اللاعبين قبل بواحد الفتره اللي هي كبيره، تيكون واحد الشهر ديال التربص، تيكون واحد الانسجام اللي كان غائب على اللاعبين. وا نورمالمون حنا ولفنا على هذا الشيء، هذا مع المنتخب ولفنا على هذه خاصها تعادل، الاخرى خاصها تربح، حنا خاصنا الماركيو جوج بيوت ثلاثه بحال هكا داير المنتخب. دونك حنا ما كنا متفائلين، ولكن من الماتش الاول من الماتش الثاني شفنا لا حوايج، سيرتو لي شونجمون ديال المدرب اللي بين لنا بانه هاوي كره القدم. ربما هذا هو الشيء اللي خلانا اننا نعاودوا الحسابات ونشكوا عاوتاني في هذا الماتش الثالث، وكنظن انا ما كاين والو. ربما ما بغيتش نكون متشائم بزاف، ولكن كنظن ما كاين والو وما نعرف. نتمناو من الله الخير، نديروا النيه مع الركراكي ونديروها مع السكيتيوي. هو على حساب الماتشات اللي لعبنا في الاول ربحنا كان نتيجه مرضيه، ولكن الماتش الثاني خسرنا فيه، ضروري خصنا نغلبوا الماتش هذا اللي جاي باش ما ندخلوش في الحسابات. الماتش الجاي كنتمنى يكون احسن، حيت الماتش ديال اوكرانيا يعني حتى المنتخب الاوكراني لا يستهان به، وكنتمناو ان شاء الله الخير والتوفيق لجميع المغاربه باش يكونوا فرحونا باحسن نتيجه ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يكون فوز، ان شاء الله يكون فوز ان شاء الله المغرب. واحد ضروري خصنا حيت غندخلوا في الحسابات باش ما يطيحوش في الحسابات، ضروري خاص الفوز ضروري. الزلزولي خاص يحسن الاداء ديالو، يكون يلعب بطريقه الاحسن اللي كان كيلعب بها، وان شاء الله سكيتيوي ما يخرج الناس رحيمي بزاف.